انا برضو النهارده انا بشوف تصريحات غريبه جدا وعجيبه الحقيقه، لكن النهارده بالمناسبه على احد المواقع الكبيره في عالم كره القدم بيقول بالمناسبه هذا التصريح لمسؤول، بيقول ان مسؤول في رابطه الانديه ان اللائحه في الموسم الجديد خاليه من اي بنود لتحديد المتاهلين لبطولات افريقيا للانديه. يعني المبرر بتاعه بتاع هذا المسؤول انه ان الدوري هينتهي في يوم 30/6 وبالتالي مع هذا الميعاد هو الميعاد اللي هنبعت فيه الى الكاف مين اللي هيلعب في افريقيا الموسم القادم. يا جماعه هو احنا ما اتعلمناش؟ هو احنا الكورونا دي حصلت، لما حصلت الكورونا حد كان مصدق ان الكوره هتقف؟ حد كان مصدق ان الحياه هتقف؟ لماذا لا يتم وضع جميع اللوائح؟ انا كنت بقول بيني وبين نفسي الكلام ده، هو ليه طيب؟ يعني بعد ما قريت التصريح قلت هو ليه طيب ما يتمش وضع جميع اللوائح وبعدين نبقى نشوف. تخيل حضرتك لقيت ايه لما بسال، بقول لهم يا جماعه طب ازاي ما فيش لائحه؟ وبنتكلم مع هشام ومع عمر، فجبت نسخه من اللائحه وقريتها عشان اشوف هل هناك ما فيش بند فعلا بيتكلم على الصعود للبطولات الافريقيه سواء دوري ابطال افريقيا او كيفيه الصعود لدوري ابطال افريقيا او للكونفدراليه. طيب انا كنت يعني انا بقول لحضرتك انا قاعد بيني وبين نفسي يا جماعه ازاي ولازم نعمل على التصريح اللي قريته ولازم نعمل ولازم نشوف ولازم لا وهكلم المسؤول ده عشان اقول له ان لازم تخليهم في اتحاد كره القدم يتكلموا على او الرابطه انا اسف ان هم يتكلموا على وكنت هروح اكلم النائب احمد دياب والكابتن عماد متعب والجميع الحقيقه علشان اقول لهم يا جماعه من فضلكم حاولوا تحطوا بند يقول ان في افريقيا وكذا. فوجئت ان الماده 108 ها هجيبها لحضراتكم وفيها كل تفاصيل حسم تاهل الانديه للبطولات الافريقيه سواء الغيت المسابقه او اكتمل دورها الاول واختلفت توقيتات ارسال اسماء الانديه اللي بيحددها الكاف مع مواعيد نهايه الدوري المحلي، وتقريبا ما فيش اي اختلاف يعني عن الموسم الماضي. امام حضراتكم اهي الغاء المسابقه في حاله الغاء المسابقه او عدم اكتمالها لظروف قهريه قبل انقضاء نصف المسابقه الدور الاول تلغى نتائج جميع الفرق ويعتبر الموسم كانه لم يكن، وفي تلك الحاله يرسل الاتحاد المصري لكره القدم الى الاتحاد الافريقي لكره القدم نفس الفرق المشاركه في اخر نسخه من بطولات الانديه الافريقيه للمشاركه في النسخه التاليه. ده في حاله الالغاء عدم الاكتمال بعد انقضاء نصف المسابقه. طيب لو تم الغاء الدوري بعد انقضاء نصف المسابقه اللي هو الدور الاول يعتمد اخر ترتيب للفرق وقت الغاء المسابقه مع الوضع في الاعتبار الغاء نتائج الجولة المنقوصة ويحتسب البطل وفرق المربع الذهبي وفرق الهبوط طبقا لجدول الترتيب في وقت الغاء المسابقة. في صورة تانية بعد دي المشاركات الأفريقية في نفس البند بالمناسبة في حال تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد إرسال أسماء الأندية بعد انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز يتم إرسال أصحاب المراكز الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز طبقا لما يقره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن عدد الفرق المصرية المشاركة في بطولات الأندية الإفريقية. في حال تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد إرسال أسماء الأندية قبل انتهاء بطولة الدوري العام للقسم الأول يتم اعتماد نتائج مباريات الدور الأول بالكامل. الموضوع واضح وموجود في اللائحة وعرضناها، فيعني أنا بس خوفا من عمل أي بلبلة لأنه تصريح من مسؤول مهم ان هو يتقال في مثل هذا الوقت. انا الحقيقه بقيت حريص او بقيت ابقى اشوف كل حاجه بتكلم فيها او طالع اتكلم فيها مع جمهور النادي الاهلي لازم ابقى او مع الجمهور اللي بيتفرج علينا بحاول اعرف علشان لما اطلع اتكلم فوجئت ان لقيت البند موجود او اللائحه موجود وبقدم الدليل وبس. انا ما يهمنيش حاجه بالمناسبه في هذا الامر غير ان انا منعا للقيل والقال. اللي أرى التصريح بتاع هذا المسؤول لا يا جماعة هذا التصريح هو تصريح خاطئ، التصريح الحقيقي أو أن الموضوع الحقيقي أن هناك بند موجود فيه كيفية التأهل إلى البطولات الأفريقية، لأنه الواحد اتعلم، يعني اتعلمنا من كورونا واللي حصل معانا في كورونا. وبعدين مفيش حاجة اسمها لائحة بدون بنود
كيفية المنظمة إلى كيفية التأهل إلى البطولات الأفريقية. خلاص بقى الموضوع ده أصبح طبيعي إن البنود دي تبقى موجودة أو هي تبقى ظاهرة أمام حضراتكم، لازم كلنا نبقى عارفين ونشوف إيه اللي بيحصل.